الفرق اللي كان عندنا افضليه في المباراه النهارده وعندنا فرص اكتر وكان عندنا اعتقد هدف صحيح وضربه جزاء صحيحه برضه محمد شريف لكن انت عارف الماتشات دي لازم نستغل فيها الاخطاء اللي بتحصل ممكن ما حصلش المكسب ان شاء الله اتمنى التوفيق ان شاء الله في الماتش. بص هي الدوري مش زي السنه اللي فاتت طبعا يعني كل فرقه مستعده كويسه ممكن احنا كان عندنا افضليه السنه اللي فاتت ان احنا بدانا اداء قوي وكسبنا حوالي 17 مباراه متتاليه ادتنا افضليه يعني انا اعتقد ان الدوري مختلف الفرق كلها مستعده كويس لكن يبقى ما بين الاهلي دايما هو المرشح لاول البطوله وان شاء الله احنا بطوله محببه لينا ولجمهورنا مش عاوز اتكلم عن التحكيم يعني لكن في حاجات يعني في فار اعتقد اللي هي بتبقى عوامل مساعده اللي هيساعد الحكم فلما يكون في فار وفي كذا راي اللي انت ما تاخدش بيه يعني فاعتقد بتبقى صعبه شويه لكن في الاول والاخر لازم ترضى بدوت ولازم لانك انت مش قرارك يعني انت تقدر تاخده يعني لكن ان شاء الله احنا اتمنى ان شاء الله الامور تبقى احسن كده. اخيرا فوز التحليل القطري على الاهلي 6-0 شايفه ازاي اخر ماتش قبل كاس العالم للانديه؟ اعتقد ان دي بطوله مختلفه واستعداد مختلف احنا عندنا الحمد لله بنلعب بنفس كويس اللعيبه مقدره يعني ان انت بطل افريقيا وتمثل قاره افريقيا بتفكر في البطوله في بدايتها اول ماتش لان اول ماتش ده هو اللي هيوصلك للادوار اللي بعد كده فبالنسبه لنا اهم ماتش بالنسبه لنا لحد دلوقتي هو الماتش الدخول ان شاء الله ربنا يكون مركز فيه وبعد كده نفكر بقى في ماتش بايرن ميونخ نفكر ان شاء الله في الماتش اللي بعديه لكن الاهم بالنسبه لنا دلوقتي